الإيمان. قد يسألك سائل يقول ما هو الإيمان؟ هل أنت من أهل السنة تقول أسأل الله يجعلني منهم، أنا لا أزكي نفسي، أسأل الله يجعلني من أهل السنة والجماعة وياكم؟ يقول طيب ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة؟ تقول لا أدري. الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من أمور خمسة، أركان الإيمان ستة، التعريف لابد فيه من أمور خمسة: قول باللسان فأعلاها قول لا إله إلا الله، تقول بلسانك، وهذا اللي تقوله بلسانك لابد أن تعتقد بقلبك ما تشك في طرفة عين، وتعمل بقلبك وتعمل بجوارحك، تعمل بقلبك تخاف من الله ولا تخاف من أحد كخوفك من الله، تحب الله ولا تحب أحد مع الله، وتعمل بالجوارح، تصلي تصوم تتصدق، يزيد وينقص. إذن الإيمان عند أهل السنة لابد فيه من أمور خمسة: تعريف الإيمان، قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل القلب والجوارح، يزيد وينقص. السؤال الأول: إنسان يقول بلساني ولا يعتقد بقلبه، يقول كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعتقد بقلبه، ماذا أقول عنه؟ لا يتكلم، ترى يسحب الجوال، انتبه. نعم، ما عنده الإيمان كاملا. نعم نعم، ارفع صوتك يا رجل، كافر خطأ، ليس مسلم، منافق، ليس عنده إيمان كامل، خطأ، ليس مؤمن، خطأ، منافق. لكن لابد أن تقول نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار، الذي يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه منافق، نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار، لأن عندنا نفاق أصغر، صح؟ تمام. إذن أنا بعد هذا أقول السؤال الثاني: إنسان يعتقد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد التوحيد، يعتقد الاتباع، يعتقد القرآن، الصحابة، كل شيء، لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى قادر على الكلام، ماذا نقول عنه؟ أعيد السؤال مرة أخرى: إنسان يعتقد كل ما جاء به الكتاب والسنة لكن لا يقول بلسانه وهو صحيح معافى قادر على الكلام، الإيمان ليس كامل، يقول غير مسلم، مع غير مسلم، ها ها يا شيخ، أئمة الكفر على هذا، فرعون على هذا، إبليس على هذا، أبو جهل على هذا، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم. أنا أردت بالسؤال هذا أننا نتعلم أننا لسنا أهلا للفتوى، لسنا أهلا أبدا، لا أنا ولا أنتم، خلاص اتفقنا؟ تمام. إذن الإيمان قلنا يقول الإيمان قول عمل اعتقاد يزيد ينقص، إذا اختل شيء هذا ليس بإيمان عند أهل السنة والجماعة، مفهوم يا أخي؟ لو يقول بلسان يعتقد بقلبه يقول هذا ليس بإيمان عند أهل السنة، هذا كفر، أئمة الكفر على هذا، خلاص؟ طيب، أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، والله أعلم.